ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طيب فيديو النهارده ده من الفيديوهات اللي انا اصلا شخصيا عايزه اصورها جدا، لاني كنت عايزه اجرب المنتج ده بقالي كتير قوي، اللي هو الشي جلام باود بيرفكت شاين ليب بلامبر. اكيد كلكم عارفين، انا هوريكم كل حاجه دلوقتي، بس اكيد كلكم عارفينه لان هو تقريبا اشهر حاجه دلوقتي عن شي جلام، ومن اشهر المنتجات عامه اللي فايرل على النت عامه. فاولا انا كنت عايزه اجربه جدا جدا جدا، لان كان شكله على كل اللي جربوه خطير والوانه حلوه جدا. الاول كان نازل منه 6 درجات، وبعد كده نزلوا منه 6 درجات جديده، بس انا النهارده معايا ال 12 درجه كلهم، وهنعمل سواتشز لل 12 درجه، هتشوفوهم عليا كلهم. وطبعا انا جربت كل حاجه، فهقول لكم رايي عنه والريفيو كامل قبل ما نشوف الدرجات كلها. بس قبل ما نبدا انا عارفه ان انتوا زعلانين مني لاني موقفه مكياج وجريمه بقالي مده كبيره، بس ان شاء الله باذن الله ان الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى مكياج وجريمه. المهم يلا النهارده خلينا في الليب جلوسز اللي معانا دي. زي ما بقول لكم انا معايا منه ال 12 درجه اهم كلهم. تعالوا بقى نتكلم على الليب جلوس ده. اولا ده شكله كده من بره، هوريه لكم من قريب برضو احسن لان الاضاءه هنا مش هتبينه قوي. هو لونه كده صدفي، عارفين الابيض الصدفي ده حلو قوي قوي قوي، ومن تحت بيطلع كده زي القلم السنون ولا حاجه، وبعدين بيبدا يطلع شويه شويه هنا من فوق كده. هحاول اشوف لكم كده لو هو موجود هنا في مصر، هشوف لكم عند مين. انا لقيته هنا في مصر عند اكس او اكس او كوزماتكس، هسيب لكم الويب سايت بتاعهم تحت لو عايزين، وكمان احنا لينا كود خصم كده كده في اكس او اكس او، فهتجيبوه ارخص يعني. ماشي، زي ما قلت لكم هو اسمه شي جلام باود بيرفكت شاين ليب بلامبر. هو المفروض ان هو نافخ للشفاه، حتى مكتوب عليه كده بالعربي من ورا، بس هو مش بمعنى ان هو بيحرق الشفايف ولا بتاع فبيكبرها زي الحاجات الحراقه دي اللي بتتحط على الشفايف، لا هو مش كده. هو قصدهم هو شكله على الشفايف بيدي شكل الشفايف الممتلئه بس، لكن هو ما بيعملش حاجه للشفايف نفسها، فاهمين؟ طريقه الاستخدام بقى مكتوب عليه: اضغطي على الزر اسفل العبوه مره واحده للحصول على الكميه المناسبه من ملمع الشفاه، واستخدميه بتمريره على شفتيك. ضعي طبقه من الملمع عده مرات للحصول على لون مثالي وشفاه ممتلئه هنا انا احب صراحتهم قوي في ان انت حطي عده طبقات عشان تحصلي على الشكل الممتلئ ده. فهو من طبقه واحده بيبقى شكله حلو او لطيف، اللون بيبقى خفيف نوعا ما، بس من اول الطبقه الثانيه اللون بيظهر اكتر وبيدي بقى شكل فعلا شفاف الممتلئه دي، لان هو اصلا الملمس بتاعه تقيل، مش حاجه خفيفه كده بتتحط تبقى بسوى الشفايف، لا هو تقيل شويه فبيعمل طبقه على الشفايف، فبيداري شويه الخطوط اللي بتبقى في الشفايف دي، فبيدي فعلا احساس ان الشفايف انعم وشكلها ممتلئ اكتر، ودي حاجه حلوه جدا. بس مش من اول طبقه، طبقتين او ثلاثه. وعلى قد ما انت هتحسي انه لا ايه ده هحط طبقتين ثلاثه فده هيخلص بسرعه، لا بالعكس، انت بتطلعي منه حته صغيره خالص. يعني انا عملتها لكم كده انتوا مش هتحسوا ان في منتج طالع اصلا، بس هو يا دوبك سن بسيط قوي طالع. دي هي الطبقه اللي انت هتحطيها. وعلى فكره وانت بتستخدميه لازم بجد تطلعي اقل كميه منه كده، ما تطلعيش اكتر من سن المنتج، لانه عشان هو سميك ومعمول كانه قطعه واحده كده، فممكن وانت بتحطيه تلاقي كتله اتحطت كده مره واحده ما تعرفيش توزعيها بعدين. هوريكم ده ممكن دلوقتي وانا بحط، لان الغلطه دي انا وقعت فيها، فما تطلعيش منه حته كبيره، هي يدوبك على القد. ففي المجمل هو ملمسه حلو قوي على الشفايف، ما بيلزقش خالص، مش تقيل على الشفايف. هو سميك عشان يدي الجوسي لوك، بس مش بسخافه خالص، ما بتحسيش بيه. وبرضو عشان هو سميك كده او التكستشر بتاعه نفسه تقيل، فبرضو حتى لما بيروح بيسيب الشفايف مترطبه. تاني انا ما بحبش اتكلم على ثبات بتاع الليب جلوس، لان الليب جلوس برضو حاجه طريه ما بتنشفش ما بتثبتش، فما بقدرش ادي ريفيو عن الثبات قوي، لان انا عن نفسي طول ما انا قاعده بشرب او باكل فدايما الحاجات دي بتبدا تخف معايا مع الوقت. لكن هو طول ما انت لا اكلتي ولا شربتي شكله موجود على الشفايف وحلو جدا، مع الشرب طبعا وكده بيبدا الطبقات بتاعته دي بتروح، بس زي ما قلت لكم بيسيب الشفايف مترطبه. فانا ما بدورش على ثبات قوي في ليب جلوس بصراحه، لانه سهل قوي انه يتحط في الشنطه وارجع ازود، كفايه رغي كده ويلا بينا نجربهم. طيب انا دلوقتي مش حاطه اي حاجه على شفايفي خالص ولا مرطباها ولا بتاع، وهستخدم الليب جلوسز على طول حتى من غير ليب لاينر عشان تشوفوا درجاتهم لوحدهم كده. هجرب اول درجه اللي اسمها مهاجني ماجيك، ودي من الدرجات اللي انا جربتها اوريدي وعجبتني جدا. اوكي بصوا ده كده شكله من اول طبقه بس، تعالوا بقى نطلع منه حته كمان يدوبك السن ده كده بس، ودي كده الدرجه من تاني طبقه. ودي كده بينك فلامينجو، ودي من الدرجات المشهوره جدا جدا في الليب جلوس ده، وانا شخصيا بحبها قوي من غير ميك اب. بعد كده درجه اسمها هوت ستاف، لونها فاقع قوي عليا بالنسبه لي انا، يعني مش من الدرجات اللي انا
بميل ليها خالص. الدرجة اللي بعد كده اسمها walk on the beach، ودي شكلها فتح قوي عليا. اوكي انا غريب قوي مش عارفه، استغربوها جدا. تعالوا نجرب، هي لون بقي تقريبا. انا عاجبني قوي اللون ده، مع انه حرفيا لون شفايفي، يعني حاسه اني ما فيش اي اختلاف، بس تحفه صح. ده قلنا اسمه ايه، walk on the beach. تمام، ده خلاص هيبقى من درجاتي المفضله انا متاكده، خصوصا من غير ميك اب هيعجبني جدا، لونه حلو قوي. اوكي بعد كده الدرجه دي اسمها making me blush، ودي لونها روز موفي كده. انا ماليش قوي في الدرجات دي، مش عاجباني الدرجه دي، مش حباها عليا خالص. عايزه حد فاتح حاجه كده يعني، او ليب لاينر مثلا. بس انا عامه درجه اللون البارده دي كده انا ما بحبهاش. دي قلنا اسمها making me blush. تعالوا كده نجرب درجه من الدرجات المشهوره برضو واللي انا كنت عايزه اجربهم، اللي هي اسمها سيبيا كيس. دي لونها هنا بني غامق، بس على الشفايف بتبقى شكلها حلو على اللي انا شفته يعني. تعالوا نجربه. سو اول طبقه فعلا بتبقى كانها ليب بالم كده بلون. زودي بقى عشان تاخدي ال كده، ده كده سيبيا كيس. انا كان عاجبني اكتر وهو طبقه واحده بس، كده هو جايب اللون كله غامق شويه بالنسبه لي، بس لونه حلو قوي برضو. هنجرب درجه دي عشان معصباني. اسمها ان بلوم. درجات على الغطيان بره تخدع برضو، لونهم هنا احلى، هي نود على بيتشي شويه. لا حلوه، مش عارفه في ايه. لا حلو عجباني، دي ممكن مع ليب لاينر هتبقى خطيره، ودلوقتي كده حتى مع الميك اب الخفيف او من غير ميك اب حلو قوي برضو. الدرجه اللي بعد كده اسمها سبرينج فيفر. اوه فوشياكه خالص. اوه هو في مشكله برضو وانتي بتحطيه، ان هو ميسي شويه، فوضوي شويه كده، وده راجع لشكل الابليكيتور بتاعه او طريقه تطبيقه يعني. دي كده درجه سبرينج فيفر، صيفي برضو قوي قوي يعني، حاساها حلوه يعني. كان في درجه تانية فاقعه اللي هي هوت ستاف، انا حاسه ان دي عجباني اكتر. سبرينج فيفر بالنسبه لي احلى من هوت ستاف. فاضل اربعه، يلا بينا. اوكي ناخد دي، اسمها بيري سيزن. دي بقى درجات انا مش بحبها، اللي على موفات وكده. انا عارفه في ناس بتحب الالوان دي جدا، شايفين ميسي شويه كده بس قشطه يعني. دي كده بيري سيزن، طبعا هي غامقه، انا عارفه في بنات كتير بتحب الدرجات دي. ودول كده طبقتين. نرجع تاني لدرجه من الدرجات اللي انا كان نفسي اجربها، اسمها فيرست كراش. دي كده طبقه، هي حلوه بس مش عارفه بالنسبه لي ايه. دي فيرست كراش. اخر اتنين بقى نستخدم انهو، تعالي نشوف. دي الدرجة دي اسمها بيتشي كين، انا بني محمر كده، لونها حلو برضو لذيذ، بني على بيتشي غامق محمر الجو ده يعني، برضو دي خريفي شتوي كده. اخر درجة اللي هي اسمها هوت كوكو، دي بني بني بقى. حاسة ان اللون ده اكتر لون بيجمنت فيهم، عارف عشان غامق ولا ايه، انا حاطه بشكل وحش جدا. ما علينا من الموضوع ده. دي كده هوت كوكو، ودي اغمق درجه في الكوليكشن كله. هي برضو بني محمر كده، مش بني بارد. يا لهوي على الفرق، شايفين الليب لاينر يا جماعه بيعمل ايه؟ شكل الشفايف اختلف تماما. دلوقتي انا حطيت ليب لاينر بتاع سيبال رقم 4، وحطيت الدرجه دي من الجلوس اللي هي مهاجني ماجيك. دي من اكتر الدرجات اللي عجبتني، الليب لاينر بيظبط كل حاجه حرفيا، والدرجه دي حرفيا من الوان النودز اللي انا بعشقها يعني، اقرب درجه لقلبي، فظيعه. احنا كده جربنا كل الدرجات دي بتاعت الجلوس، قلت لكم رايي كامل. مش عارفه هل هتاخدوا بالكم من العيوب اللي قلتها ولا لا، بس هعيد العيوب تاني. اولا انك ما تطلعيش منه حته كبيره عشان ما يكلكعش ويبدا تحطيه كده بشكل يتحرك، مش هيبقى حلو او مش هتعرفي تظبطيه يعني. تاني حاجه برضو وحشه فيه، ان هو عشان شكل الابليكيتور نفسه، ان هو بيطلع بالطريقه دي كده وبتاع، فهو بيبقى ميسي شويه، بيطلع من حته ويتمسح من حته او كده، تاخدي وقت شويه لحد ما تظبطي اللون. بس انا الفورمولا بتاعته نفسها عجباني جدا، شكله على الشفايف حلو قوي، درجاته جميله اغلبها بالنسبه لي. وبس كده بنات الفيديو يكون خلص، يا رب الفيديو كان عجبكم والريفيو عجبكم، وقولوا لي ايه اكتر درجات عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.